وإلى الأخبار المحلية، عقدت لجنة القطاعات باتحاد الكرة برئاسة فوز سكوتي اجتماعاً لمناقشة مستوى البطولات وكيفية العمل على تطويرها في الموسم المقبل. وحضر الاجتماع حمادة الصدي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 99 الذي يستعد لانطلاق التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مايو المقبل. أعلن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقصة عن قائمة من 19 لاعبا للسفر إلى السنغال لمواجهة جينيريشن فورت في ذهاب الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت على ملعب الصداقة الدولية. وضمت القائمة كل من محمود حمدي، محمد كوكو، محمد صبحي، حراس مرمى، أحمد عبد العزيز مودي، شريف حازم، عاصم سعيد، أحمد محسن، محمد مسعد، محمود وحيد، هاني سعيد، صلاح ريكو، محمود أبو سريع، مروان حمدي، إسلام جابر، باولو نفوافي، أريك تراوري، مصطفى جبيطة، رجب عمران ومحمد دسوقي. ومن المقرر أن تغادر بعثة المقصة فجر الأربعاء على الخطوط الإثيوبية في رحلة طيران تتجاوز 9 ساعات.